مساء الخير متتبعين الأوفياء، مرحبا بكم في فلوق جديد. إن شاء الله نتمنى يعجبكم، تهدوا بكل حب بكل فرح، ونكون خفيفة وطريفة على قلوبكم. تعجبكم القناة تشتركوا فيها بالجرس وتبارطاجيوها مع الأهل والحباب. وبعد العناء كما انتم شفتوا في الفيديوهات السابقة ديال الماراثون ديال الشقة والتخمال للعيد، خرجت نرتاح شوية بعد ما ساليت، راكم كتشوفوا بعويناتكم. دابا راني في التاكسي شد الطريق لاكوت، فهنايا أكادير أجواء رائعة. إن شاء الله غادي نديكم معايا تستمتعوا وتبرعوا ليا عويناتكم وتفرحوا ليا قلوبكم بالأجواء اللي غادي نشارك معكم. واخا شاركت معكم لايف هذاك النهار فاش كنت في البحر، ولكن دابا كنشارك معكم فيديوهات مناظر اخرى في هذا لا فيديو. ان شاء الله يا ربي نتمنى يعجبكم وتبارطاجيو القناه، تكون عند حسن الظن ديالكم مع احبابكم اللي عز عليكم. الله يحفظكم والله يوفقنا جميع. شكرا لكم، نهاركم مبروك، تهلاو لي فرصكم، نخليكم ان شاء الله فرجه ممتعه مع اجواء على البحر، وتشوفوا شكون اللي جاي عندي ان شاء الله يدوز معايا الوقت زوين. الصراحه كانت واحد العشية غزالة غزالة بزاف، وخصوصا هكا كان الجو زوين كما انتم ما كتشوفوا، ما كايناش الشمس ما كاينش العجاج. صراحة كان واحد الجو غزال غزال بزاف، والبحر خاوي ما كانوش الناس بزاف، وخا هكاك الحمد لله اللهم لك الحمد. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم كما قلت لكم، تستمتعوا ليا بهاد المناظر الخلابة، طبيعة الصراحة شي حاجة اللي تمتع العين وتفرح القلب. الله يفرحنا كاملين ويدومها فرحة وسعادة دائمة لينا وليكم وجميع المسلمين. وعواشركم مبروك عيد، وتعودوا إن شاء الله باش ما تمنيتوا الله يدخل علينا فرحة العيد بالصحة والسلامة يا ربي العالمين. كما قلت لكم بديتكم معايا هنا، دابا راه قربنا نوصلوا الله، كنت هنايا كنشارك معكم اجواء مناظر هكا ديال الطبيعه زوينين ما شاء الله. وسمحوا لي على المونتاج شويه، راني جالسه في السطح دابا كنمنطي. المهم ما تديوش على الاصوات ديال هكا، كاين الريح اليوم فاش كنمنطي هذا الفيديو، هذا جالسه في السطح كنمنطي الفيديو. المهم خليكم معايا ان شاء الله يا رب العالمين، تستمتعوا بهذه المناظر غزاله اللي كنشارك معكم. الصراحه شي حاجه اللي زوينه، شوفوا معايا تبارك الله الخضوريه ومناظر زوينه الحمد لله اللهم لك الحمد. نتمنى ليا ولكم التوفيق والنجاح، تهلاو لي فرصكم، نتلاقى معكم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله بعد ما تستمتعوا باجواء هنا في البحر كما قلت لكم زوينه ما شاء الله. ما بغيتش نهضر، نخليكم مع الصوت ومناظر ديال البحر، تحسوا راسكم انكم خرجتوا معايا وفرجه ممتعه. نتمنى ان شاء الله كما قلت لكم تشجعوني باللايك والاشتراك والبارطاج، تهلاو فرصكم.
سبحان مبدي الأحوال، سبحان الله، سبحان ربي العظيم. كما انتم كتشوفوا السماء كديرة، سبحان الله، وفرجة ممتعة. نتمنى انكم استمتعتوا بالأجواء اللي شاركت معكم في البحر، وشفتوا معي الحمام اللي جاي عندي تبارك الله ما شاء الله، كان لوح ليها الخبز هكذا. شاركت معكم فيديوهات قصارين، وشكرا لكم على تفاعلكم معهم، شكرا بزاف صراحة، كلمت شكر قليلة في حقكم. دابا رجعت للدار، كنت شارك معكم هاد اللقطات عندي ديال السماء ديال الليل، أجواء زوينة تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معي السماء كديرة، سبحان الله. نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، وخير الختام الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طالوا لي فرصكم، السلام عليكم.